محمد الله عجل علي. السلام عليكم. اول شيء كنبغي نتوجه بالشكر الخاص لجلالة الملك نصر الله والناس اللي سهروا على منذ بداية هذه الجائحة على تدبير هذه المرحلة هذه، بدءا من لجنة اليقظة مرورا بالحمد لله بالقرارات اللي هي كانت كتخاد في صالح الشغيلة وفي صالح القطاع وفي صالح الحمد لله الناس اللي عاملين بهذا بطبيعة الحال تحت القيادة ديال السيد رئيس سيد محمد سلامي رحال اللي ما بخلش من كل صغيرة وكبيرة باش يناضل أجل العودة للعمل والدفاع عن المصالح الشغيلة بأجمعها، ورفقة جميع مكونات مكتب أعضاء مكتب التنفيذي الفيدرالية بطبيعة الحال والناس الرؤساء والمسيرين ديال رؤساء المكاتب الإقليمية والوطنية ديال المغرب بأجمعه. تلقينا هذا الخبر بواحد صدر رحب الحمد لله، وهذا اليوم صراحه اليوم مشهود واليوم غيبقى مؤرخ في هذه الجائحه هذه، لانه الانسان متوقف من العمل في هذا القطاع ما يزيد على 15 شهر. راكم تتعرفوا 15 شهر توقف على العمل بصفه رسميه لما يترتب عنه من مشاكل اجتماعيه ونفسيه واقتصاديه اللي عانى منها جميع المتداخلين في هذا القطاع. الأثر ديالها أصبحت معروفة وكتزاولها جميع الصحف وجميع المنابر الإعلامية وجميع المكونات ديال الوزارة ديال المملكة المغربية أو البرلمان أو مجلس المستشارين، لأنه كانوا واعيين كل وعي بما آلت إلى أوضاع هذا القطاع. الحمد لله اليوم إحنا تنتلقاو هذا الخبر كما سلفت الذكر واحد صدر رحب، والحمد لله نتمنى على الله يكون هذه بداية ديال استرجاع ما تم نقولوا، يمكن ما نقولوش ضيعوه بما تم خسرانه، لانه هذه 15 شهر ترتبت خساره كبيره للقطاع بكل المكونات ديالو. حنا اليوم الحمد لله تنساو هذه المرحله هذه، بغينا نساو هذه المرحله هذه، ونتمنى الله يكون هذا اليوم هو اخر العهد في هذه الجائحه هذه. والحمد لله راه النتائج ديال الحمله الوطنيه ديال التلقيح راه هي مستمره، والحمد لله النتائج ديالها متقدمه وصلت واحد المرحله في المراحل الاخيره والنتائج طيبه، والحمد لله هذا الشيء واضح من خلال الحالات اللي هي كتصبحات كتعلن عليها وزاره الصحه يوميا. الحمد لله غدا في النقصان وغدا في الانديتار. نتمنى الله تتمنى يتم هذا الشيء كل شيء على خير، ويعوضنا ربي ويعوض الناس كاملين ما خسروه وما ضاعوا فيه. إن شاء الله تكون بداية أخرى للعمل ديالنا والرجوع للعودة لممارسة النشاط ديالنا في واحد الجو اللي يسمح لنا باش نطلقوا الألفاز ديالنا ونستدركوا ما ضاع. الشكر الخاص كما سلفت الذكر لجلالة الملك وسيدي محمد سلامي رحال وجميع أعضاء المكتب التنفيذي الفيدرالي المغربي للحفلات على الجهود الجبارة اللي قاموا بها منذ بداية هذه الجائحة. ما كانوش كيرتاحوا من برنامج الاخر، من لقاء الاخر، من ضغوطات اللي مارسوها على الناس المسؤولين باش يوقفوا معنا وباش يعاونونا للرجوع للعمل. هذا اليوم الحمد لله هذا اليوم مشهود هو نتيجه وجني الثمار ديال هذه المجهودات كامله اللي ذكرناها جميع. ما بقى لي الا نشكر منبر الانفاس ونشكر على التواصل ديالو معنا دائما والتغطيه ديالو تيقوم بها معنا في جميع مراحل هذه الجائحه اللي دازت، وشكر للجميع، ونتمنى الله ان شاء الله تكون معوده طيبه للاخوان ديالنا. شكرا لكم جميعا. الحمد لله هذا الشيء اللي وصلنا له اليوم جهود صاحب الجلاله الله ينصره، اللي الحمد لله وفر لقاح لجميع المغاربه، وهذا الشيء اللي وصلنا له اليوم بجهود اللي ضفرها السيد الرئيس اللي كنشكروه من هذا المنبر هذا، وحاول ما امكن باش يفرح جميع المغاربه وجميع الممولين في ربوع المملكه. وكما كتعرفوا ان الحمد لله هذه الجائحه هذه اللي جات واللي كنا جميع الاعضاء ديال المكتب التنفيذي تلاحموا فيما بعضياتهم وحاولوا ما امكن باش تكون يعني واحد الخليه اللي كتخدم تقريبا 24 على 24 واللي كتحاول تلقى الحلول اللي كنتخبطوا فيها في طيله هذه الجائحة. ولكن الحمد لله كما كنقولوا دائما ان السيد الرئيس الله يجزيه بالخير الا كانوا الناس في هذه الفتره ديال الجائحه كانوا في ديورهم وجالسين ودخلوا وسدوا عليهم، حنا نزلنا للميدان وحاولنا ما امكن باش
نوصلوا الصوت ديال ديال ديالنا لجميع الاخوان ديالنا والجهود اللي كنبذروها والمراسلات اللي درناها لجميع الوزارات ولجميع الفرق البرلمانيه. واليوم هي عطات الثمار ديالها، ولكن دائما الفضل كيرجع لسيدنا كما كنقولوا، وكيرجع لسيد الرئيس اللي الله يجازيه بالخير كما كنقول ان دق جميع البيبان، وما كاينش شي نهار اللي ما حاولش ما امكن باش يربط الاتصال بجميع جميع المسؤولين او لجميع الوزارات المعنيه باش يحاولوا الناس ترجع لهذا ديالها الخدمه ديالها. وكما كتعرفوا ان عام وست شهور للناس باركه راه ماشي سهله، وما ظنيتش ان كان شي 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 مهنه او شي حرفه اللي بقات يعني صامده كما طرا لينا حنا. وهذا الكوفيد ان عطاتنا واحد الدرس اللي يمكن له يتعلم منه اي واحد اي تريدر. وكنشكروا الاخوان ديالنا ديال انفاس اللي زارونا وازرونا في هذه الفرحه ديالنا اللي كنتقاسموها معاهم اليوم، ولكم منا جزيل الشكر.